مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بحضراتكم. 45 دقيقه النهارده الثلاث 9/12/2014، بنتكلم على اليوم العالمي لمكافحه الفساد، واللي بيعقد هذا المؤتمر في يعني في القاهره، وكان في جلسه تراسها المهندس ابراهيم محلب. الفساد في مصر كلنا عارفين، الفساد في مصر بقى له فتره طويله جدا. سؤالنا النهارده، هل هناك بيئه خصبه للفساد؟ هل الفساد ممكن أن يكون ممنهج، بمعنى أن تكون هناك قوانين تمنهج هذا الفساد؟ هنتكلم على الدول النامية. الدول النامية ليه الفساد بيكتر فيها؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيف الكريم في الاستوديو، السيد المستشار أيمن عبد الرحمن، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة. ضيفا كريما في 45 دقيقة، منور. شكرا أفضل حضرتك. الفساد ليه بيئة؟ أو تخلينا نعرف الأول إيه هو الفساد؟ بص حضرتك، الفساد في صورة مبسطة هو ارتكاب الموظف العام إحدى جرائم المال العام بهدف الحط من الوظيفة. الحط من الوظيفة ولا الحط منه كموظف؟ لا، الحط من الوظيفة. هقول اتفضل. بهدف الحط من الوظيفة واتخاذها متية أو اتخاذها تكئة للكسب منها أو التربح، مش عايزين بقى نديل للتربح منها أو استغلال نفوذه من خلالها. أنا بقول لسعادتك الحط من الوظيفة يعني إيه؟ يعني حضرتك لما أجي أنا أكون موظف مرتشي وحاطط تسعيرة كده للإجراءات اللي أنا بقوم بيها. تسعيرة ما أنا موظف مرتشي بقى وحاطط تسعيرة للإجراءات اللي أنا بقوم بيها. والله رخصة بمئة جنيه، مش عارفة إيصال كذا بمئتين جنيه. يبقى أنا بحط من الوظيفة لما بحطش منها، بحط منها ليه؟ لأني بنزلها منزلة السلعة التي تباع وتشترى كخدمة عامة. بقت سلعة تباع وتشترى، اللي هيدفع هو اللي هياخدها، واللي مش هيدفع مش هياخد حاجة. خارج نطاق كده يعتبر الموظف العام، من خارج عن نطاق الوظيفة العمومية. انا بفسر لحضرتك ان هو ازاي حط من الوظيفة، ان هو نزلها منزلة السلعة التي تباع وتشترى، بينما الوظيفة العامة مش كده. تمام. يعني دي في صورة مبسطة من غير ما نخش في التعريفات القانونية. تمام. الفساد ليه بيئة ينمو فيها؟ نعم، أنا أحيي حضرتك على السؤال ده، لأن ده سؤال جميل جدا. هو إمتى الفساد بينمو وبيوجد؟ عندما تتداخل الأجهزة، عندما تكون هناك عدم شفافية، عندما تكون هناك ضبابية في الإجراءات. يعني مثلا حضرتك أنت عايز تستخرج ترخيص بنا، حضرتك ما تعرفش إيه الإجراءات اللازمة أو إيه المستندات المطلوبة من حضرتك علشان تاخد هذا الترخيص. حتى لو قدمت 20 مستند أو 50 مستند، ممكن الموظف اللي بيخاطب حضرتك يرجعك علشان ختم مش واضح، ويرجعك عشان توقيع مش واضح، يرجعك علشان في مستند أنت نسيته بينما هو المستند مش مطلوب. تمام. فطول ما في ضبابية وعدم شفافية وتداخل بين الأجهزة الرقابية، أنا أعتقد أن دي بيئة خصبة لوجود الفساد. يبقى البيئة الخصبة هنا تداخل في الأجهزة. تمام. عدم وضوح. بس خليني برضو مع المستشار أتكلم. طيب. برضو وثقافة الناس كمان، يعني الإنسان المواطن لما يكون يعني يعلم بحقوقه، يعني أي سبب أنك تروح لموظف ويقول لك إيه والله الختم مش عارف إيه، أو تقدم له طلب هو رسم قانون ويقول لك إيه لا معلش الطلب ده غير قانوني، طب اكتب لي كده، يقول لك لا مش كاتب لك هو كده. يعني جهل الناس بالقوانين مش ممكن يكون سبب؟ ده سبب ثانوي، لكن السبب الاساسي زي ما بقول لحضرتك هو عدم وضوح الرؤيه. بمعنى لما اجي اقول لك يشترط لاستصدار ترخيص سياره او ترخيص بناء 1 2 3، الكلام ده لازم يكون واضح في لوحه وموجود على موقع الجهه اللي انت بتستخرج منها، بحيث المطلوب منك قدمته لا يستطيع موظف او رئيس الجهه ان هو يفنن مستند. تمام. ان هو يفنن اي اجراء. حضرتك مش عارف، مش هتقدر تجاريه في النقاش. تمام. ان هو اللي في ايديه ايه الخدمه. تمام. مش حضرتك. تمام. لكن كلما كانت هذه الامور واضحه، ودي بتاخد بقى دول خليجيه، يعني احنا ما بنقولش اختراع، يعني ما بنقولش دول يعني اوروبيه بقى ودول قديمه. لا 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 لا، من المعروف بلاش اوروبا والكلام ده، لا خلينا بس ايه في حدود في المحيط بتاعنا. تمام. في المحيط بتاعنا. تمام. وهديك مثال بسيط جدا، يعني انا قلت اول امبارح في احد البرامج على النيل الاخبار، يعني قلت يعني حضرتك لما تيجي تستخرج بطاقه في دولة خليجية، أنت لما بتيجي تستخرج بطاقة هنا تستخرجها إزاي حضرتك؟ بتكتب استمارة وختم ومئة توقيع وتسلمها للمصلحة المختصة، يقول لك تعالى بعد 15 يوم. الكلام بتاع محمد أفندي 1919 ده المفروض نسيبه. يا ريت تديله كمان بعد 15 يوم، ممكن كمان ناخد 7 كمان. ما أنا هقول معاليك، ده بيتم في الدول الخليجية إزاي بقى؟ وأديك مثال في الكويت اللي أنا كنت فيها، يعني حضرتك بتتصل بنمرة
بتديهم بياناتك على الكمبيوتر، مش واحد بيستقبلك. وبعد ما بتدي بياناتك بيقول لك يوم كذا هتروح الجهه الفلانيه من الصندوق رقم كذا تحط 2 دينار وتاخد البطاقه بتاعتك. تمام. محدش تدخل. ماشي. معلش انا عارف احساسك. انا عارف احساسك ايه. لا لا بالعكس، اصل اي برنامج حواري وخاصه موضوع الفساد ده، لان يعني حتى مبارك والحكم عليه مع انه كان حكم جنائي، ولكن هذا الرجل افسد ماليا واداريا وهذه البلاد. معاك. يعني معاك. فالفساد موضوع كبير، وفساد ده احنا بنعاني منه، وهو العائق الوحيد في اي تنميه. هو الذي يمنع، بص مش اي تنميه، تمام. اي تقدم على اي مستوى. تمام. اقتصادي سياسي اجتماعي. تمام. مفيش تقدم طول ما في الفساد. عشان كده في يعني الامم المتحده اهتمت وقالت شعار يعني حطموا سلسله الفساد. اولا هو الفساد ليه سلسله طبعاً. وزي نحطمه. بص حضرتك، احنا عشان نتكلم بقى عن الخلفية القانونية او الضوابط القانونية للفساد بقى في مصر، ودي بدأت يعني مصر تاخد خطوات. اول ثلاث او في ثلاث مرتكزات. المرتكز الاول اللي هو الاتفاقية الدولية بتاعت الامم المتحدة حضرتك بتقول عليها مكافحة الفساد. ثم الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد اللي دخلت مصر عضوا فيها في شهر فبراير الماضي. ثم الظهير الدستوري اللي جاي لك في الدستور بتاع 2014 في الفرع الثاني من الفصل 11 منه، اللي تكلم عن الهيئات المستقلة والهيئات الرقابية التي تقوم بمكافحة الفساد. حقيقة المشرع الدستوري ادالها مجموعة من الضمانات، ضمانات يعني لو استغلت ضمانة منها أنا هقول لحضرتك في خلال من 20 ل 50 سنة هنقضي على الفساد. يعني أن لا دي هذه حقيقة، ده كلام موجود. يعني بتقول وقت يعني طويل شوية بس. لا ده كلام موجود، لأن سعادتك لسه ما تنشأتش هذه الأجهزة الهيئات يعني. ثم ادالها بقى إيه؟ ادالها استقلالية من الناحية الفنية، استقلالية من الناحية الإدارية. رؤساء هذه الأجهزة يعينوا من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ويجوز تجديده لمرة واحدة وفقط. دي كلها مجموعة إيه؟ ضمانات إن أنا أفعل هذه الأجهزة وتعمل بصورة يعني مش عايز أقول تكون خاضعة من خلال الابتزاز أو تكون خاضعة لضغوط أو توجيه أو ما شابه ذلك. لو فعلنا هذه الضمانات بالظهير الدستوري ده، تمام. مع مكافحة الفساد اللي هي الاتفاقية العربية، مع المكافحة بتاعة الفساد من خلال الأمم المتحدة عن طريق استرداد أموال مصر في الخارج التي نوبت، أنا بقول لحضرتك من خلال 20 ل 50 سنة، تقديري الشخصي قد يختلف مع الآخرين أو يتفقوا، هيكون الفساد يعني في النسبة العالمية. بنتكلم على اتفاقيه خاصه بالامم المتحده، بنتكلم على اتفاقيه خاصه بالدول العربيه. بالظبط. انا عايز اعرف كمواطن دلوقتي، توقيع مصر على الاتفاقيات دي، اولا هل هناك الزام بالتوقيع؟ لا مش الزام بالتوقيع، هو بمجرد حضرتك ما بتوقع ثم يصدق عليها البرلمان بمثابه قانون داخلي. قانون يعني داخلي. انت ملزم زي اي قانون موجود في مصر. تمام. بس توقعنا على الاتفاقيات دي مردوده ايه على الدوله المصريه؟ لا ده في مردود كبير جدا. لا يعني احنا دلوقتي بنتكلم في مجال مكافحه الفساد وجذب الاستثمار وما شابه ذلك. المستثمر الاجنبي سواء كان ينتمي لجنسيه عربيه او جنسيه اوروبيه، لما يلاقي بلد من البلدان موقعه على مثل هذه الاتفاقيات يدرك تمام الادراك عن طريق الطاقم القانوني بتاعه ان هذه الاتفاقيه بمثابه قانون. ومعنى ان هي بمثابه قانون ان الدوله الذي يذهب الى الاستثمار فيها كانفستور، ها ايه اللي هيحصل فيها؟ هيكون عايش في امان. تمام. كلام عكس دوله مش موقعه، وبالتالي المستثمر ما عندوش اي ضمانات ان هو يخش يستثمر في هذه الدوله. طيب يعني وراح دوله ثانيه وخلاص. تمام. بالظبط. هذه دي الاهميه اللي حضرتك بتقولها. مع المستشار دايما القوانين كتيره ودايما الضوابط كتيره، ولكن الفساد موجود، ودايما يقال ان الفساد مرتبط بالإرادة السياسية، سواء بقى ممثلة في رئيس دولة او في حكومة تنفيذية لتطبيق هذه الرؤية. يعني حضرتك شايف المؤتمر اللي بيعقد والحكومة ومشاركة السيد المهندس ابراهيم محلب، هل هو بداية حقيقية للقضاء على الفساد ووجود رؤية سياسية، خاصة ان حضرتك قلت على ظهير ثالث هام هو الدستور؟ اخد اجابة حضرتك بعد نشوف تقرير لزميلنا نعيم ابراهيم، واللي يعني كان فيه اراء متعددة للمتخصصين في قضية هامة جدا هي قضية مكافحة الفساد. وارجع مرة تانية مع ضيف الكريم في الاستوديو سيادة المستشار ايمن عبد الرحمن
نائب رئيس هيئة قضايا الدولة و45 دقيقة. عالمي لمكافحة الفساد، أطلق رئيس الوزراء إبراهيم محلب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أعدتها اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تهدف إلى مكافحته من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته والقضاء عليه. وتهدف الاستراتيجية إلى مكافحة الفساد بالمجتمع المصري من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته، ولتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد. وقد تمثل المسار الاستراتيجي لمكافحة الفساد في مصر على رؤية واضحة، وهي مجتمع يكافح الفساد ويستعيد ثقافة العدل والشفافية والنزاهة والولاء بدعم من أجهزة إدارية فعالة. هذه رؤيتنا. في محاور كتيرة الحقيقة في الاستراتيجية، لتصحيح هيكل الأجور وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإحنا ده برضو من الحاجات اللي إحنا شغالين فيها. ميزة الاستراتيجية إنها بتحط مش بقى فقط بتحط إطار استراتيجي، لكن بتحط خطط عمل، بتحط برامج تنفيذية، بتحط أهداف محددة قابلة للقياس الكمي، مؤشرات لمتابعة القياس، آلية للمتابعة وللمحاسبة. هو ده بالضبط اللي إحنا محتاجينه أعتقد. المسؤولون أكدوا أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تهدف لتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد وإسعادة ثقافة العدل والنزاهة والولاء للوطن. من خلال كل الأدوات المتاحة للهيئة العامة للاستعلامات، وهي الصفحة الخاصة بالهيئة العامة للاستعلامات والمكاتب الإعلامية الموجودة في الخارج والتواصل المباشر والمتصل والمتواصل مع المواصلين الأجانب، سيتم التوهيج عما كل ما سيعلن عنه من هذه الاستراتيجية وإمدادهم بالمعلومات وأخذ أسئلتهم وشواغلهم للجهات المنوط بها الرد الفني والرد المناسب على مثل هذه الشواغل. فهذا هو دور متواضع تقوم به هيئة الاستعلامات من خلال إمكانيات. الخطوة الأولى تبدأ من المدرسة، يعني المدرسة وتربية النشأ. يعني احنا عندنا دي يمكن اللي عملت دروب في مصر شوية، كان الأول المدرسة يعني فيها تربية نشأ وكرم أخلاق وشوية حاجات مهمة جدا نفتقدها حاليا، ويمكن كانت سبب وحجر الزاوية في انتشار الفساد طبعا مرورا بالتعليم الجامعي. دي طبعا يعني بالإضافة بقى للجهود الأجهزة الرقابية والقضائية، فإن شاء الله لازم المجتمع بجميع عناصره يتكاتف علشان نوصل لنتيجة مرضية إن شاء الله. الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تأتي تأكيدا لنهج الدولة للإصلاح في كل المجالات، وتعبيرا عن إرادة سياسية لا تلين عن مكافحة الفساد باعتباره العائق الرئيسي للتنمية والتقدم. بشكر الزميل نعيم إبراهيم على هذا التقرير، وارجع مرة تانية مع ضيف الكريم مع المستشار أيمن عبد الرحمن. مع المستشار يعني بنتكلم هنا على استراتيجية يعني لمكافحة الفساد، ويمكن لما نتكلم على استراتيجية حضرتك قلت على فترة زمنية محتاجة فعلا رؤية واستراتيجية. لو طبقت الثلاث مستجزات اللي احنا قلنا عليهم من غير تطبيق قدامك. قبل ما نروح للاستراتيجية بس كنت بكلم حضرتك في سؤال قبل الفاصل، الإرادة السياسية الحكومة في إرادة سياسية. ما هو المؤتمر اللي ساعتك شفناه ده حضرتك ده صورة من صور الإرادة السياسية. يعني هو عايز يبعت رسالة إن الدولة عندها همة وجدية في مكافحة الفساد، وإلا ما كانش راح رئيس الوزراء وما كانش راح الوزراء وضيعوا وقتهم في مؤتمر. خلي بالك المؤتمر ده كمان بيبقى فيه ثمة التزامات على الحكومة بما تعلنه من قرارات داخل المؤتمر. فما التالي هيبقى هنا هتبقى مصداقية الحكومة على الايه؟ على المحك. فهي بتعمل كده عشان تبعت رسالة طمأنينة أن هناك ثمة إجراءات هيتم اتخاذها لمكافحة الفساد. يعني ده برضه الإجراءات بقى اللي هي تتعلق بالاستراتيجية بقى الوطنية. بالاستراتيجية اللي احنا اتكلمنا على المرتكزات بتاعتها، ومنها مرتكزات برضه اجتماعية متعلقة بالتعليم ومتعلقة بالوعي. ما هو مش كلها قانونية وتشريعية ودستورية أو اقتصادية بس بالظبط. يعني. لا يعني لازم تبقى كلها على التوازي علشان تشتغل كتيمورك. سيد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء اتكلم على استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، أهم ملامحها أهم يعني ملامحها إيه؟ لا هي ملامحها ديت بتبقى من خلال ما أنا هقول لساعتك كل حاجة حضرتك أو أي حكومة لما تيجي تتخذ خطة لازم منقسمة إلى ثلاث أقسام. تمام. في رؤية، في خطة، في أهداف. يعني أنا بقول أنا عايز أحقق العدالة، هي دي رؤيتي.
كلام سليم. اخد لها اجراءات. الرساله اللي انت عايز توصلها ايه من تحقيق العداله؟ اكس. الرساله اكس. تمام. طيب ايه الخطه بقى اللي هتعمل فيها او هتنزل اجراءات فيها هتبقى كذا التنفيذ كذا. عشان اوصل للرساله ثم احقق الرؤيه. تمام. تبقى ملموسه بقى عند الناس اللي انا قلت لهم انا عايز عداله مثلا. تمام. هكذا. دي بتبقى خطه لدى الحكومه ومتفرعه وفيها خبراء من جميع يعني المجالات مش القانونيه والتشريعيه زي ما قلت لحضرتك برضو. يعني دي كلها مجموعه من الخبراء في مجالات مختلفه عايزين يضعوا رؤيه رساله ثم خطه لايه؟ لتنفيذ هذه الرساله. يمكن كمان من ضمن الرسائل اللي يعني كانت واضحه من الحكومه من السيد رئيس الجمهوريه اللي هو قانون تعديل قانون الاجراءات الجنائيه خاصه الماده 15 فيما يتعلق بالكسب الغير مشروع تقريبا للموظف العام. يا ريت نعرف القانون. القانون ده ويعني وهل هذا القانون برضو بدايه للمحاسبه او ان الفاسد ما يخرجش يعني بجريمته يعني. شوف حضرتك نساء نفرق هنا ما بين كتابين، في كتابين في قانون العقوبات اسمه الكتاب الثالث والكتاب الرابع. تمام. جرائم الكتاب الرابع غير الثالث طبعا. أنا هنقولها بطريقة سهلة. جرائم الكتاب الرابع أو الجزء بتاع المواد اللي احنا بنسميه كقانون الكتاب الرابع متعلقة بجرائم على المال العام، استغلال النفوذ والتربح والكلام ده محسوبية ديت. ديت التقادم فيها بيبدأ من خروج الموظف العام. أما جرائم الكتاب الثالث اللي استفاد بيها الرئيس الأسبق حسني مبارك في انقضاء الدعوة الجنائية بالتقادم، دي جرائم الرشوة. جريمة الرشوة دي موجودة في الكتاب الايه؟ في الكتاب الثاني. يعني الاستيلاء على المال العام. ده الباب الرابع. الرشوة كانت في الباب التالي. المسألة بقى هنا متعلقة بالفترة الزمنية. بالفترة الزمنية. علشان كده جت المادة بقى، جه التعديل اللي اعتنقته الحكومة أخيرا، سوت بالنسبة لبدء سريان التقادم يبدأ من امتى؟ من بعد ما يترك المنصب. بالظبط. بالنسبه بقى لكل جرائم الباب الثالث والرابع، لا جرائم المال العام بقى كلها. تمام. ايا ما كانت بقى رشوه محسوبيه استيلاء على مال عام. ايا ما كانت بقى موجوده في الباب الثالث، في مواد الباب الثالث او في مواد الباب الايه؟ الرابع. دي الحته يعني. خليني بقى مع المستشار اسال حضرتك سؤالين يعني فضل بيحيرونا يعني كمواطنين. في النهايه هنتكلم مثلا على العقود التي تمت على الخصخصة وبيع الشركات. نعم. في النهاية في مستشار من مجلس الدولة. نعم. موجود مع الوزير، هو اللي كتب العقد. في هيئة قضايا الدولة هي محامي الدولة رأت هذا العقد وفي النهاية لا ما رأيتش، دي هي أبطلته. أبطلته؟ أبطلته حضرتك بعد ما أكمل بس حضرتك. أنا ما قلتش حاجة. اتفضل. إذا كنت قلت هيئة قضايا لا فلا صح. يعني اتفضل. صح. هو إذا كان هناك مستشارين أقروا هذه العقود ومن غير ذكر أسماء المحكمة حكمت ببطلان هذه العقود، كلام سليم. من الذي قام بتنفيذ هذه الأحكام؟ هيئة قضايا الدولة. أضف إلى ذلك بقى أن هيئة قضايا الدولة هي صاحبة، مش عايز أقول الفضل، لا هي صاحبة الاختصاص في أن هي أبطلت عقود طريق مصر اسكندرية الصحراوي كله. هي لها الاختصاص أو لها السبق في أن هي أبطلت عقد الشركة الكويتية بتاعة العياط. هي علشان كده برضو عايز اقول لحضرتك ان عمليه مكافحه الفساد عايزه تضافر بقى وتكامل بين الجهات القضائيه بعضها البعض. الجهات القضائيه في النهايه المفروض تكمل بعض مش يبقى في تضارب. بالظبط. بالظبط. وده بقى اللي برضو الدستور في 2014 حب يعمل عمليه الايه؟ التكامل بين هيئه واخرى. يعني مثلا النيابه الاداريه تقوم بالتحقيق في المخالفات التأديبيه وتدي راي فيها كمان، يعني اذا كان عندها تحقيق تبدي فيها راي كما لو قلناها الجهه الاداريه، وتحيل المحاكمه التاديبيه. هيئه قضايا الدوله يجي دورها في الاجراءات الباطله زي العقود مثلا، تقدر تعمل فيها ايه؟ توصي بايه؟ زائد غير كده المشرع الدستوري ادى هيئه قضايا الدوله صياغه العقود. ليه؟ علشان يمنع ابتداء ان تبقى العقود يعني بس. نشوف مع بعض تقرير الزميل محمد عطيه وبيرصد فيه وجهات نظر القانونيين لمجابهه الفساد والمفسدين، ونرجع مره تانية 45 دقيقه 9/12/2014 والاحتفال، مش الاحتفال بقى، مؤتمر خاص بمكافحه الفساد عالمي لمكافحه الفساد والذي يوافق 9 ديسمبر من كل عام. تؤكد الحكومه عزمها على مكافحه هذه الافه التي تؤثر على المجتمع وتهدد نموه الاقتصادي وتطوره السياسي. ماذا قال رجال القانون عن آليات وكيفية مكافحة الفساد في المجتمع؟ مكافحة الفساد أو مناهضة الفساد محتاجة لإرادة سياسية،
وطالما توفرت الإرادة السياسية بإعلان الرئيس إن هو شخصيا عنده استعداد يراجع القوانين والاتفاقات والعقود اللي عملتها الدولة بنفسه وإنه هيحارب الفساد بنفسه، أنا أعتقد إن ده هيوفر مناخ لإنه كل الناس تتضافر جهودها لمحاربة الفساد. إن الإرادة قد بدأت وهذا يكفي، لأننا في السابق لم نكن نملك الإرادة. الضمير يا أستاذ هو أساس ومحرك الصنف البشري ككل على مستوى الكون. ضميرك هو اللي بيقول لك ده، وبعد كده الحلال باين والحرام باين. عشان نقدر على كلمة الفساد دوت ونخلص من الفساد دوت، إعادة تأهيل الشعب المصري دوت تاني للأخلاق والرجوع للدين، سواء دين مسيحي دين الإسلامي، الأديان كلها بتقول إيه المعاملة والدين معاملة. لا، هناك قوانين تواجه كافة الأشياء الفساد، كافة نواحي الفساد، إلا أنها لم تطبق ولم تفعل. وتطبيقه على تطبيق القانون على من يؤدي الخدمة، بحيث أن أنا أروح أشتكيه ألاقي تطبيق فعلي للقانون. الحكومة بهذه الخطوة تستجيب لمشاعر المواطنين في مرحلة جديدة عايزين فيها نشتغل صح ونمشي صح عشان الدولة بتاعتنا تبقى زي في مصاف الدول اللي هي المتقدمة. القضاء على كل أوجه الفساد في المجتمع يتحقق بتفعيل دور كل أجهزة الدولة ومؤسساتها المعنية، إلى جانب وجود الإرادة المجتمعية للتصدي للفاسدين. بشكر الزميل محمد عطية على هذا التقرير، والذي يعني كان في آراء لبعض رجال القانون فيما يتعلق بمحاربة الفساد والمفسدين. مع المستشار، إجراءات قانونية يجب أن تؤخذ على الأرض لمحاربة الفساد والمفسدين، وأن يكون في إرادة سياسية و في تصالح دلوقتي في بعض هذه القضايا. هل التصالح يعني بداية صفحة جديدة وخلاص وعفى الله عما سلف، ولا يبقى مبرر لارتكاب الفساد مرة تانية؟ بص حضرتك، أولا قانون التصالح ده لسه ما طلعش، هو مشروع قانون بيتكلم، طالما بنتكلم فيه بقى يطلع يعني. لا، ما هو معلش احنا ما نقدرش نتكلم عن مشروع وممكن يتغير. رؤيه حضرتك معايا رؤيه حضرتك للقانون ده، ما انت مش هتوقعني برضه. بص، لا مش هوقعك، انا اقدر. بص حضرتك، فكره التصالح، انا بتكلم بقى كلام قانون. فكره التصالح كفكره في مجال القانون الجنائي او فكره القانون الجنائي دي موجوده من زمان. تمام. وفي جميع التشريعات، في التشريع الكويتي موجوده، في التشريع الاردني موجود، ما دخلتش في التشريع المصري غير في سنه 1992 فكره التصالح في الجنائي في الجريمه. تمام. يعني قبل 92 لما كنت اتخانق معاك وعورك مثلا انت تروح تعمل محضر 21 اي مكان، مهما نروح للنيابه او نروح قصاد القاضي نقول له احنا اصطلحنا، والله اصطلحنا ولا كان في حاجه حصل. كل الحكايه انه ممكن يستخدم الظروف المخففه يدينا انا وقف تنفيذ وتتحسب جريمه ويتحسب حكم عليا، واذا ارتكبت جريمه من ذات النوع هيتنفذ على الاثنين، يبقى لا اصل للتصالح قبل 92. إذا فكرة التصالح في القانون الجنائي ما كانتش معروفة في مصر في مجال الجنائي، سواء كانت جناية أو جنحة. تمام. جنحة ضرب أو إصابة أو جناية، أي بقى جناية. تمام. ماشي. نشأت فكرة التصالح من إيه؟ إن إحنا لابد إن إحنا نعطي للمجني عليه في جرائم معينة ما تضرش الأمن العام وما تضرش المصلحة العامة. في إن هو يبقى ليه دور في إنهاء الدعوة الجنائية. تمام. فالمشرع ومنها فرنسا والأردن والكويت والتونسي كمان في سنة 1900 والبحريني كمان خد بالتصالح، بس في أي نوع من أنواع الجرائم؟ الجرائم ذات الجسامة البسيطة. ليه ذات الجسامة البسيطة؟ لأن قال لك هنا باعتبارها أن هي جسيمة، والجسامة هنا بسيطة، هنا مرجعها أولا وأخيرا إلى المجني عليه. لكن لما تكون الجسامة بتاعتها كبيرة زي الجناية، زي جناية القتل، زي جناية الاغتصاب، زي جناية الرشوة، زي دي بتبقى جسامتها كبيرة، اي نعم المجني عليه احيانا بيبقى الدوله زي جريمه الرشوه. تمام، اكمل بس حضرتك. فهنا النظام العام يابى التصالح ده كمبدا عام. بالظبط. تمام، يعني ادي فكره التصالح في المجال الجنائي. حضرتك بتتكلم على تصالح، هنا تصالح حضرتك يعني انا المجني عليه وقع ضرر شخص عليا فبتصالح مع حضرتك، لكن بنتكلم هنا على تصالح يعني فساد اثر في المجتمع، في مؤسسات اقتصادية خاصة بالمجتمع، في أراضي منهوبة هي ملك للمجتمع، ملك للأجيال القادمة. مش عايز أقول الأجيال القادمة، بس خلينا ملك للمجتمع اللي عايش حتى على دلوقتي. فكرة التصالح هنا مع هذا الفساد العام تبقى مقبولة؟ لا، ما أنا بقول لحضرتك، خاصة احنا بنتكلم على أموال مهربة. أنا رأيي القانون الخاص بي، أنا مش في كل الجرائم
يبقى فيها تصالح، مش في كل الجرائم. الجرائم اللي يرى المشرع، وانا ارى برضو ان دي تطلع من مجلس النواب. ليه؟ لان دي بتبقى محل نقاش بين فقهاء القانون الجنائي وبين اعضاء المجتمع المدني علشان يوصلوا لنتيجه مؤدها ايه. هل الضرر المترتب على التصالح ضرر يمس المصلحه العامه المتمثل زي ما حضرتك قلت في افراد المجتمع اللي عايشين دلوقتي، او في افراد المجتمع بتاعه اللي هم أيوه في الاجيال القادمه؟ مين بقى اللي يحدد ديت؟ نقاش مجتمعي، وليس انا او حضرتك او اي حد. نقاش مجتمعي نصل الى ايه؟ نصل الى قواعد مشتركه في بعض الجرائم وفي البعض الاخر لا، ممكن تبقى في كل الجرائم على حسب ما يؤدي بنا الحوار. طيب في راي يقول لك بتقول حوار مجتمعي، في ناس يعني تقول لك لا ده حق الدوله وحق الاجيال و و و وده ممكن يكون مبرر لارتكاب اعمال اخرى، واقول لك والله في سابقه فصل بالتصالح و و و غير كده كمان ان اللي بيحصل على هذه الاموال ممكن يستثمرها، وما يقولوا له رجعها هيرجعها والارباح هيرجع من الارباح. تمام. في وجهه نظر ثانيه يقول لك لا طب ما الفلوس دي في النهايه اذا كنا بنتصالح وبنصل مثلا سي مثلا المبيع ده كان ب 100، خاصه ان التصالح كله تقريبا يعني تصالح مادي يعني. نعم. فلما يبقى مثلا حاجه اتباعت ب 100 مليون فلما تتباع وتعدى سعرها ب 500 مليون ده افضل للمجتمع والاقتصاد وكده. هي دي اللي انا هنعمل منه بيه ايه يعني؟ ما هي دي خاصه ان العقود عملها مستشارين يعني. يعني مع يعني انتوا بتدفعوا بس في النهايه كان هناك وجهه قانونيه وكان في قسم تشريع ومجلس دوله هو هو, هو 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 القانون علم معياري. تمام. وكل عمل ابن ادم ايه نقص. وكما قال الامام ابن مالك كل يؤخذ من قوله. يبقى اذا معنى ان انا اقوم بعمل ممكن يبقى باطل. تمام. ممكن يبقى غير صحيح. تمام. اهم حاجه ما يبقاش غير صحيح او باطل لاسباب اخرى. تمام. لكن ده رجل المعتاد في مثل الظروف. وارد بالظبط بالظبط. هو ده اللي انا بتكلم عليه. الوجهه اللي حضرتك بتقول عليها ان احنا ممكن نخلي الراجل المتهم دوت ان هو بدل ما يرجع 100 مليون اللي هو اختلسهم لا يرجع 500. لا انا ما بتكلمش هنا على متهم اختلس، انا بتكلم على موضوع الاراضي والعقود الاراضي او العقود يعني اختلس ده معلش يعني كلها من جرائم المال العام. خلينا في الاراضي، الاستيلاء على الاراضي. تمام. جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام. تمام. كلام سليم. تمام. انت لما حضرتك انت كنت اشتريت قطعه ارض ب 500,000 جنيه مثلا، خدتها بطريقه غير مشروعه. تمام. عن طريق تسهيل احد الموظفين لحضرتك انك انت تستولي عليها. تمام. الدوله تقول لك عشان تيجي تصطلح هنشوف اسعار الارض دي بكام النهارده، ب 5 مليون تدفع 5 مليون وعليهم مليون غرامه. لا مشكله. تمام. انت خدت حقك وزياده كمان. يعني ده الرأي اللي بيقول هذا الكلام. تمام. وجهة نظر برضه محترمة وإيه ولا وجهتها. تمام. في وجهة النظر زي ما سعادتك تفضلت قلت لا ده أنا هنا بفتح الباب على مصراعيه لأن الناس تختني أو تسهل الاستيلاء للغير وفي الآخر هيدفعوا الإيه ويكون هم كسبانين منها كمان. ودي وجهتي نظر كل منهما لها محتاجة إيه محتاجة حوار مجتمع زي ما حضرتك بالظبط. تأثير الفساد الاقتصادي والمالي على الاقتصاد المصري وكمان المصالحات كمان مع تقرير للزميلة فاطمة الزهراء. ونرجع مرة تانية في 45 دقيقة 9/12/2014. عالمية مزمنة تفشت في مصر في العقود الثلاثة الماضية وهو أحد أسباب ثورة يناير، ويثار تساؤل عن الآثار الاقتصادية الناجمة عن انتشار هذه الظاهرة وآليات مجابهتها. في مثلث هو اللي بيؤدي إلى انتشار الفساد. إيه هو المثلث ده؟ بيتكون وجود فرصة لارتكاب الفساد، فرصة يعني العملية سهلة لارتكاب الفساد، أو وتاني حاجة وجود دافع لدى الأفراد لارتكاب الفساد، وتالت حاجة وجود مبرر أو ثقافة تتقبل الفساد. إحنا عشان نقضي على الفساد يبقى لازم الخطة نغلق جميع الأبواب أو الفرص لارتكاب الفساد عن طريق الرقابة والمتابعة والقوانين، دقة القوانين والتشريعات نقدر نعمل دي أول خطوة. تاني حاجة نقلل دوافع ارتكاب الفساد بحيث ننشر الأخلاقيات الحميدة والتوازن والعدالة الاجتماعية. وتالت حاجة نخلق ثقافة اسمها ثقافة الحوكمة، إن الناس يبقى عندها سلوك أخلاقي قويم وفي نفس الوقت يكون في توازن وفي نفس الوقت يكون في زي ما تقولي إعلاء المصلحة العامة فوق كل مصلحة خاصة.
ولكي ترتفع معدلات التنمية الاقتصادية لابد من تطبيق اللامركزية وتفعيل القوانين واتباع منهج شامل للإصلاحات على الصعيدين المحلي والقومي. عاوزين نعمل الأجهزة التي تكتشف الفساد عند المنبع، وده أساسا بيبقى مش بس قوانين، احنا عندنا حزمة قوانين كبيرة، إنما يعني الحسم في الإجراءات الرادعة، نؤكد على اختيار قيادات واعية قوية لها ماضي في العمل الإداري قوي، ومن هنا يقل الفساد الإداري. إذن لا شك أن الاقتصاد المصري لن يشهد تنمية حقيقية إلا بتحريره من كافة أشكال الفساد المالي والإداري التي تقيد أي جهود للتنمية. فاطمة الزهراء ل45 دقيقة. بشكر الزميلة فاطمة الزهراء على هذا التقرير. مع المستشار، يمكن الكل بيتكلم لما يجي يتكلم على فساد يتكلم على إجراءات وقانون حاسم رادع لكل مفسد. وقعنا مع الأمم المتحدة، وقعنا مع الدول العربية، وقعنا مع الدستور، في الدستور أو استفتينا على الدستور، القوانين وتنفيذها وتأثيرها على وجود الفساد. هو زي ما قال أحد المشاهدين أو زي ما قال أحد المتحدثين، أنك أنت تجيب الرجل المناسب في المكان المناسب. أنا رأيي هي دي مشكلة مصر على مدار الفترات الطويلة السابقة. إن حضرتك إن إحنا عايزين سوية بقى وال... إحنا عايزين الرجل معلش سيبني طب أكمل بس إحنا عايزين ما هو الرجل المناسب، مش يعني الرجل الغير مناسب في المكان المناسب كانت أسبابه معروفة، المحسوبية والعلاقات الاجتماعية، يعني كانت أمور واضحة. فإحنا عايزين بقى من دستور 2014 زي ما ادانا الظهير الدستوري علشان نبدأ نخطو الخطوات الأولى علشان نواجه هذا، مش هنقدر عليه في يوم وليل، وإنما عشان نبدأ المواجهة لابد من ضمن الاستقلالية اللي احنا اتكلمنا عليها للهيئات الرقابية والأجهزة المستقلة، لابد بقى أن يبقى على رأس هذا الجهاز زي ما قال أحد المتحدثين واحد ذو شخصية، ثانيا ذو يعني خلفية نظيفة، وكلمة نظيفة حط تحتها مليون خط، ويكون في نفس الوقت قادر على إيه؟ على متابعة العمل، ما يقفلش الباب عليه وقاعد وبيمضي وإن الله بالسر عليهم والأمور زي الفل. يعني إحنا عايزين واحد قادر على المتابعة ويقوم بأعمال وظيفته بطريق المتابعة الميدانية. يعني في البداية حتى يعني الفساد المالي مرتبط بصورة أو بأخرى بالفساد الإداري، والفساد الإداري اللي بيتكلم على المحسوبية، وأن يعني ممكن حد يبقى كفء أكيد حد تاني ياخد مكان. خليني سريعا مع المستشار، الحكومة الإلكترونية خاصة في التعاملات اليومية اللي المواطنين بيتعاملوا بها كل يوم واللي ما تغيرتش، هي لسه نفس الممارسة. أنا في بداية الحكومة الإلكترونية ممكن تكون عامل في ده يعني. مش عامل ده، هي هتبقى بداية الطريق السليم للاتجاه السليم. هي دي بدايتنا، ان احنا نطبق الحكومة الإلكترونية بحيث يمتنع على اي مواطن انه يتعامل مع اي موظف الا في حدود معينة، لكن طول ما الإجراءات ماشية بعيدا عن الموظف من خلال ايه بقى ساعتك الكمبيوترايز اوبريشنز بتاعت الجهات الإدارية هتقدر تقضي على الفساد الى حد ما. سلوكيات وثقافة المجتمع والأسرة مع الأنظمة الحديثة دي حضرتك هتربي السلوكيات، تربي السلوكيات مع الأنظمة الحديثة دي، لأنه مش هيشوف الموظف والموظف مش هيفتح له درجه والموظف مش هيقول له فين الدخان مع الوقت وفين الشاي بتاعنا مجتمع حتى لو بالظبط. مع المستشار أيمن عبد الرحمن نائب رئيس هيئة قضاء الدولة بشكرك شكرا جزيلا، والشكر لكل السادة المشاهدين. والفساد المالي والإداري الذي استوطن في هذه البلد لفترة طويلة جدا، الفساد مش في يوم وليلة كده هنلاقي مصر جميلة والموظف اللي بيفتح الدرج بيقفله، لا، هي منظومة متكاملة، منظومة سلوكيات وتعليم وصحة وحالة اقتصادية الناس تكون عايشة فيها. يجب أن نتكاتف جميعا إذا كانت هناك إرادة سياسية ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإرادة في حكومة، أهم حاجة إرادة المواطنين اللي عايزين يتغيروا. كلنا بنشتكي، كأن اللي بيشتكي ده من كوكب تاني. طب كلنا كده عندنا نفس الشكوى، كلنا كده.
تعالوا نحب بلدنا، تعالوا ننتمي إليها، تعالوا نراعى ضميرنا. يعني اللي بياخد العامل اللي بياخد مقابل أجر ده وهو ما بيعملش يراعى ضميره، يراعى ضميره حتى في عياله، يراعى ضميره في الوطن. مرحبا، بشكرك شكرا جزيلا ودايما وعلى طول إن شاء الله تحيا مصر إلى الأمام. بشكركم وإلى اللقاء، شكرا.